متسقة مع أفكار حزب الدستور، وهو أنه لابد أن يكون هناك مرشح مدني خالص في هذه الانتخابات، وهو ده من وجهة نظرهم حمدين صباح. إحنا النهاردة وإحنا في هذا المؤتمر كان عندنا تصريحات خاصة من السيد حمدين صباحي لبرنامجنا مصر في يوم، نتابع. المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أولا برحب بحضرتك على شاشة دريم، والسؤال الأول الذي يطرح نفسه، هل تواجه حملة حمدين صباحي مشكلة في جمع التوقيعات والتوكيلات مما يؤدي إلى صعوبة دخولك سباق الرئاسة القادم؟ أعتقد أن التوكيلات تكتمل، وإحنا واثقين في نضالية وروح اللي بيعملوا التوكيلات. اللي عاوز يشوف بس من الظروف اللي بتعمل فيها التوكيلات تجعلني بغض النظر عن الإفاضة في هذه الظروف أقول إن كل شاب أو شاب عملوا توكيل هو بالنسبة لي بطل أو بطل حقيقي، يعني وراه قصة بطولة حقيقية في إنه توكل من عمل التوكيل. وأنا واثق إن توكيلاتنا بإذن الله هتكتمل، وهنقدم أوراقنا في الموعد الرسمي. على إمتى يا فندم؟ يعني هل في توقع معد أعتقد إن إدارة الحملة هتعلن ده ربما بكرة مثلا. هل حضرتك هتتوجه الى مقر لجنة الانتخابات ام سيكون هناك مستشار قانوني مثل ما فعل المشير السيسي المرشح المحتمل الاخر؟ لا، انا ساقدم اوراقي بنفسي ان شاء الله. فكرة المناظرة بينك وبين المرشح الاخر المشير السيسي، هل ما زالت مطروحة حتى الان؟ هل ترغب في عمل مناظرة مع المشير السيسي؟ اعتقد المناظرات هي حق للناس، الناخب اللي هيروح يفاضل ما بين المرشحين من حقه ان هو يراهم، وهي احد أساليب عمل ديمقراطي أظن أن مصر تستحقه. بالتأكيد أنا يعني مستعد لهذه المناظرة، وأرجو أن باقي المرشحين يكونوا مستعدين. ماذا إن رفض المشير السيسي؟ ده حقه أنه يرفض كمان، يعني ما نحن لا نكرهه على شيء.